السلام عليكم ورحمة الله. لماذا يزور سيدي الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح قطر؟ لماذا يزور قطر في زيارة دولة؟ طبعا بدون شك هناك علاقة استثنائية بين الكويت وقطر، وتوصف هذه العلاقة بالمميزة بين البلدين الشقيقين. لكن من يصدق أن هذه العلاقة أبت أن تبقى مميزة واستثنائية رغم حملتين عسكريتين متبادلتين بين الكويت وقطر؟ يعني رغم أن هناك حملتين عسكريتين، الكويت شنت حملة على قطر، حملة عسكرية غزو، وقطر شنت حملة عسكرية غزو على الكويت، ومع ذلك أبى الله أن لا تتحقق هاتين الحملتين وأن تبقى علاقة الكويت وقطر استثنائية ومميزة. فالكويت قادت حملة عسكرية لمهاجمة قطر، وقطر قادت حملة عسكرية لاحتلال الكويت. لكن كما قلت، إرادة الله شاءت أن لا يضم تاريخ العلاقات الكويتية القطرية إراقة دم قطري على يد كويتي، والعكس صحيح، بل اختلط دم الكويتي والقطري في معركة الخفجي اللي في 29 يناير إلى 1 فبراير 1991 اللي خاضتها القوات القطرية والسعودية والكويتية والأمريكية بأن حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم. تلك الحملتين ضد بعض قبل 100 عام انتقلت في التاريخ من المتن إلى الحاشية، ومن الحاشية إلى النسيان، لأن الحملة الكويتية لم تشن لأسباب كويتية، ولأن الحملة القطرية على الكويت لم تشن لأسباب قطرية أيضا. كلها كانت بدوافع خارجية، خارج قطر وخارج الكويت، لذلك لم تنجح الحملتين رغم مسير الجيوش، وسنشرح ذلك، كما سنشرح كيف دلت كل المواقف المشتركة بينهما إلى أن التقارب الكويتي القطري نابع من إرادة ثنائية واستراتيجية من القيادة السياسية للبلدين، ومن حب الشعبين لبعضهما البعض. نعود لسؤال الحلقة، لماذا يزور سيدي الشيخ مشعل أحمد قطر في زيارة دولة اليوم 3/19 فبراير؟ قبل أن نشرح الحملتين نذكركم، هذه قناة المراقب الخليجي، وأنا الدكتور ظافر العجمي. في عصر الشيخ محمد بن صباح قام الجيش الكويتي بالانضمام إلى الحملة العثمانية اللي سارت، وتسمى حملة الأحساء في بعض الكتب التاريخية، اللي سارت أو نفذت حتى تنفذ ضد شيخ قطر القوي جاسم بن ثاني هجوم مباغت. كانت الحملة اللي في عصر الشيخ محمد بن صباح بقيادة أخيه مبارك الصباح اللي أصبح حاكم الكويت ويعرف بأسد الجزيرة. لكن مبارك الصباح تلكأ عمدا في الحسا، تأخر عن عمد في الحسا حتى انتهت المعركة لصالح جاسم بن ثاني، وكانت المعركة الشهيرة في تاريخ قطر اللي تسمى معركة الوجبة، وحدثت في رمضان سنة 1892 بين الشيخ جاسم آل ثاني ورجاله من أهل قطر، وبين القوات وبين قوات الدولة العثمانية اللي حضرت لإرجاعه لطاعتهم وقمع تمردهم، وقد سميت بمعركة الوجبة نسبة لموقع قلعة الوجبة في وسط غرب الدوحة بقطر. وكان عذر مبارك أنه تأخر لأنه كان عليه مقارعة بعض قبائل الأحساء اللي اعترض الطريق، لكن لاحقا اعترف أنه تأخر عمدا حتى لا يشارك في مذبحة يقتل إخوانه القطريين بأوامر عثمانية، وترك الجيش العثماني ليفنيه القطريين ويقضون عليه في معركة الوجبة. والتاريخ يتغير الآن، الأتراك أصدقاء للقطريين. بعدين وصل مبارك الحكم في 1896 بعد حوادث وصوله للحكم، وكان له مناوئين. وصل 1896 وكان له مناوئين، بل أن التاريخ يقول أن مناوئيه أكثر من مواليه. وأنا درست حياة الشيخ مبارك ومعاركه في
كتابي قبل 20 سنة جيش الكويت في عصر مبارك الصباح، وستجدونه في أحدى حلقاته في الحلقة الأولى، والحلقة الثانية ستصدر خلال أسابيع. مناوي مبارك كانوا أكثر من اللي موالين له أو من أصدقائه، وكانت نقطة البداية هي الخلاف بين مبارك وأخويه، واستمرت بعد وفاتهم بسبب مناصرة يوسف بن إبراهيم لأولاد محمد وجراح، لأنه خال أحد أبناء محمد أو جراح، لا أعلم إن كان خال عيال جراح أو خال محمد عيال محمد. كان يوسف الإبراهيم من كبار تجار اللؤلؤ في الكويت، يوسف عبد الله الإبراهيم من كبار تجار اللؤلؤ الكويت، وكان ذو كلمة مسموعة، وكان كأنه حاكم فعلي للكويت، ومثل ما قلنا كانت له صلة مصاهرة مع الصباح، ويثني عليه الكثيرون. يعني كتب التاريخ أعطته حقه بأنه رجل قوي، رجل صالح، رجل كريم، فيه من الصفات الحميدة الكثير، لكن عداء أهل مبارك هو ما أدخله خانة غريم الكويت. تمتع بنفوذ كبير في الكويت في فترة الشيخ محمد بن صباح، وسعى يوسف الإبراهيم بعد أن وصل مبارك للسلطة بعد أن قتل أخويه لتقويض حكم مبارك، وتحالف مع كل عدو لمبارك في ذلك الوقت، تحالف مع العثمانيين خصوصا ولاة البصرة، لأن مبارك كان على ود مع ولاة بغداد، تحالف يوسف إبراهيم مع بن رشيد، تحالف مع جاسم بن ثاني اللي ما نسى مشاركة مبارك في الحملة العثمانية. ومثل هذا السعي من جانب يوسف إبراهيم هو كان السمة الرئيسية للعلاقات العثمانية الكويتية في السنوات الأولى من حكم مبارك، أنه كان يؤلب العثمانيين، يؤلب جاسم بن ثاني، ويؤلب عبد العزيز بن رشيد رحمهم الله جميعا، ولم تتوقف الأعمال العدائية ضد مبارك، ولم يتنفس الصعداء إلا بوفاة يوسف بن إبراهيم في 12 مارس 1906، وهو في طريقه إلى المدينة المنورة. يوسف بن إبراهيم مثل ما قلنا كان يتطلع إلى حكم الكويت، واستعان بتحالفات مع آل ثاني والرشيد، وأغار على الكويت، مرة يغير على بوادي الكويت بقبائل من العراق، ومرة على المدينة نفسها كما صار في 1901، لكن اكتشفت واستعد لهم مبارك على الشاطئ. في إحدى المرات أعاد الكرة، قال هالمرة أنسق مع الشيخ جاسم بن ثاني، جاسم محمد الثاني حاكم قطر، وفعلا قاموا بإعداد حملة برية وحملة بحرية. البرية ستلتقي مع قوات بن رشيد، والبحرية تسير من قطر بسفن وتغزو ساحل الكويت، وكان ذلك في نوفمبر 1897. استنجد مثل ما قلنا بعبد العزيز بن متعب الرشيد أمير حائل، وكان للاصطفاف بن رشيد مع يوسف إبراهيم ومع جاسم بن ثاني أسبابه خاصة، أنه كان يخاف من مبارك، ومبارك كان على اتفاق وتحالف مع عبد العزيز بن سعود، لكن فكان عدوه رقم واحد. ومحمد بن رشيد وصى ولد أخوه عبد العزيز عندما حكم، قال له أوصيك في مبارك، دير بالك من مبارك الصباح، فورث الحذر عبد العزيز بن رشيد الحذر من مبارك الصباح. الحملة اللي أعدوها وكان مفروض تسير برية وبحرية، لكن خربت السالفة عندما انكشف أمر الحملة، انكشف أمر الحملة ووصل الخبر المبارك عن طريق الإنجليز، رغم إعدادها الكبير ورغم تجهيزهم، ويقول بعض المؤرخين لو سارت لاحتلت الكويت، لكن الله شاء أنها تنفضح فيستعد الكويتيون، ولم تأخذهم على حين غرة. ومعرفة الإنجليز، لأن كانت الاتفاقية 1899 لم تكن فعالة في ذلك الوقت، لكن كان هناك تعاون بين البريطانيين ومبارك يميلون له ويطمعون في نفسهم في ذلك الحين. إذن شاء الله أن لا يصطدم رجال الكويت مع رجال قطر في الوجبة بدوافع عثمانية، كما لم يلتقي الجمعان في الحملة اللي كان محركها يوسف إبراهيم. فنرى أن العداء بين الكويت وقطر في عصر الشيخ جاسم بن ثاني ومبارك الصباح لم يكن لدوافع الرجلين أنفسهم، هذا بدافع العثمانيين غزو قطر، وهذا بدافع يوسف إبراهيم أسقط حكم مبارك. لذلك الله شاء أن يخرب الثنتين، ولم يصطدم جيش قطر مع جيش الكويت، ولهذا فهي علاقة استثنائية. الله سبحانه وتعالى سخر أن لا يقترب الجمعان أو يلتقي الجمعان. لذلك
ترتبط دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة بعلاقة ذات خصوصية مميزة. الكل يقول أن العلاقة الكويتية القطرية مميزة في أكثر من مناحي وفي أكثر من مواقف. في يومنا هذا، وبفضل من الله وبفضل السياسة الكويتية الخارجية القائمة على التوازن والحياد الإيجابي، وبفضل الله وبفضل سياسة قطر الرامية لتجاوز التحديات الجغرافية بالتمدد السياسي والاقتصادي ومحاولة حجز مقعد في الوساطات الدولية، فإن تحالف البلدين الكويت وقطر يعد من أبرز التحالفات والتقاربات في المنطقة. زيارة سيدي الشيخ مشعل اليوم تأتي لأسباب كثيرة، يعني هي زيارة دولة، وكما شرحنا في حلقات سابقة عندما يكون من يزور هو الزعيم الدولة أو رأس الدولة تعتبر زيارة دولة، والحفاوة اللي يلقاها تكون أكثر من الزيارة الرسمية. الزيارة الرسمية عندما يقوم بها رئيس الوزراء وليس رأس الدولة، وضربنا مثل تريزا ماي وترودو وزير خارجية رئيس وزراء كندا عندما يزورون أمريكا لا تقام لهم زيارة دولة لأنهم تحت التاج البريطاني، بينما لو زارت الملكة زيارة دولة. فهذا الفرق، فزيارة سيدي صاحب السمو هي زيارة دولة. زيارة السيدي صاحب السمو الشيخ مشعل اليوم للدوحة تأتي لتعزيز الروابط الأخوية، هذا بدون شك، تضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات الراسخة أصلا بين البلدين واللي تبرورت على طوال السنين قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. طبعا ستسهم الزيارة في تعزيز وتوطيد العلاقات بين القيادتين القطرية والكويتية. المقابلة وجها لوجه، الأخذ والرد وجها لوجه هو ما يقوي العلاقات بدل التواصل من عبر وزارات الخارجية. نشير إلى أن هناك بين الكويت وقطر منذ 2002 لجنة عليا مشتركة خلق توأمة بين البلدين الشقيقين لتغطية كافة مناحي التعاون والبحث عن فرص التآخي أيضا في مجالات غير قائمة حتى الآن. في استمرت على هذا المنوال بعد ذلك بعشرين سنة في أو 18 سنة في 2020 وقعت دولة الكويت اتفاقية طويلة الأمد مع الشقيقة قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عام تبدأ من 2022 إلى نهاية 2036. تقضي الاتفاقية بتزويد أو بتوريد الكويت بثلاث ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي. التعاون كبير، التعاون لا يمكن تعداده في عجالة. عدد الشركات الكويتية اللي دخلت السوق القطرية بملكية 100% 170 شركة. الشركات القطرية الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطرية أكثر من 656 شركة. هذه الشركات المشتركة، يعني 170 شركة كويتية و656 شركة مشتركة، وكأن الاقتصاد متداخل بدرجة كبيرة. زيارة سيدي أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل لأخيه الشيخ تميم في فبراير، وفبراير يقفز الجنرال أو يقفز العقيد اللي داخلي ويذكرني بالأمور العسكرية أكثر من أي شيء ثاني، يعني في فبراير تجعلنا نستذكر البسالة اللي اتسم بها المقاتل القطري في معركة الخفج اللي أشرنا لها في حرب تحرير الكويت. وهذا يقودنا إلى التعاون العسكري. هناك تعاون عسكري كبير تحت مظلة مجلس التعاون، هناك تعاون عسكري بين البلدين الشقيقين، هناك عدد كبير من العسكري الكويتيين في التعليم العسكري في كافة الدورات العسكرية، منهم ضباط بكلية جوعان بن جاسم القيادة أركان المشتركة، وضباط بكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، وبكلية الشرطة، وبأكاديمية محمد بن غانم البحرية، وبكلية أحمد بن محمد العسكرية. هذا بالإضافة إلى المشاركة أعداد كبيرة بالمثل من مختلف قطاعات القوات العسكرية القطرية في التمارين المشتركة وفي التدريب في الكويت، وبالمثل تشارك أعداد كبيرة من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في دولة قطر. لذا ترتبط الكويت وقطر كما أشرت بعلاقات ذات خصوصية متميزة، يعني الله شاء سبحانه وتعالى أن تسير حملتين ولا يلتقي رجالهما، فأي نعمة أكثر من ذلك. فلذلك يمكن أن نقول أنها ذات خصوصية مميزة، ستضاف لها لبنة جديدة في زيارة سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يوم غد لأخيه الشيخ تميم بن حمد
في الدوحة. وفقهم الله لما في خير البلدين، وأنا مستعد لسماع ما لديكم، ولكم مني سلام.